إيه الفنانة أنغام. أنغام هذه حالة أخرى يعني بصراحة. شلون بدأت القصة معها؟ أنغام arguably ممكن تكون أكثر شخص صبر علي. صبر عليك؟ طبعا. كيف؟ أنغام مرة قالت عني كلمة حقيقية جدا في بداية الأمر حزنتني بس فادتني. قالت الرجل هذا أنا عرفت عيبه. فسألوها وشو؟ قالت حبيب اللي قدامه، بمعنى أنه لازم يكون الشخص قدامه وعلى راسه عشان يخلص. فأنغام ما اعطتني فرصة، وطبعا هي في بلد وأنا في بلد، ففرصة طويلة. أنا اليوم ندى ما أعرف من وين جابت الصبر ذا علي. كانت تسعى أن تبي يكون تعاون بينك. أنا طبعا اللي أسعى، أنغام ينسعى لها، لكن صبرها علي هذا بحد ذاته إضافة لي والتاريخي بصراحة. أنغام أستاذة كبيرة في المزيك، مطربة عظيمة. ترى كلمة صوت مصر دي صعبة يشيلها أحد، يعني صعبة جدا. أستاذة بكل معنى الكلمة. ما يمكن ما تتعامل مع أنغام وما تستفيد بصراحة. وكون واحدة مثلها تثق فيني كبرودوسر يعني هذا شيء كبير بالنسبة لي، شيء يسعدني. وفهمها لذائقتها وعارفة هي بالضبط وش تبي، تعرف مني الشاطر، وتعرف تأخذ أحلى ما يعني أحلى ما عنده يناسبها.